عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، وأسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بعض الطبع، والتي نطالع فيها دائما أبرز ما تناولت صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم. يصحبني في هذه الجولة لقراءة ما بين السطور الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ محمد إدريس. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد، مساء الخير. مرحبا بك صلاح، ومرحبا بالمشاهدين الكرام على امتداد البث. تحية عبركم للمشاهدين من خلال بعض الطبع. إن شاء الله نتناول أهم ما ورد في صحافة الخرطوم بالتحليل الموجز والمختصر بإذن الله. إن شاء الله. البداية مشاهدين من صحيفة السوداني، والتي جاء فيها لجان المقاومة تدعو لتظاهرات مليونية اليوم. دعت تنسيقيات لجان المقاومة بالعاصمة الخرطوم والولايات للمشاركة في تظاهرات مليونية اليوم ضمن جدولها التصعيدي الثوري. وكان تجمع المهنيين قد دعا القطاعات الفئوية والجماهيرية لأكبر مشاركة في التظاهرات لاستعادة المسار المدني الديمقراطي. يعني أستاذ محمد، بداية ومن خلال متابعتك للحراك في الشارع اليوم، كيف تنظر إلى مليونية اليوم؟ طبعا موكب اليوم ومليونية اليوم في عدد من مناطق الخرطوم، الوجهة الرئيسية بالنسبة إليها محيط قصر الجمهوري. جديد في هذا اليوم ومثل الأيام الماضية إنه الحركة المنسابة بين أطراف العاصمة، الوضع كاد يكون حتى الآن طبيعي في أجزاء واسعة من الخرطوم. توجد ارتكازات حول المناطق الحيوية. اللجنة أمن الولاية بالأمس أصدرت بيان أوضحت فيه إن وجهت منسوبيها بعدم الاستجابة للاستفزازات وضبط النفس وحماية حرية التعبير وحماية المواكب من انطلاقتها وحتى عودتها في مساء اليوم. نتمنى أن يمضي هذا اليوم بسلاسة ولا نفقد أي عزيز لدينا إذا كان في المواكب بالنسبة للقوة الشبابية الحية وبالنسبة لمنسوبي الأجهزة الأمنية. يعني هذا الحديث أستاذ محمد للأسف يعني يتكرر كل مليونية، الحديث عن ضبط النفس، الحديث عن سلمية المواكب، الحديث عن حماية هذه التظاهرات من قبل السلطات الأمنية، ولكننا في كل موكب وفي كل تظاهرات يعني نشهد شهداء جدد ونشهد جرحى جدد للأسف. صحيح، للأسف الشديد هذه الأحداث قاعدة تصاحب خروقات أو تجاوزات في الشارع، ونتيجة لذلك يحدث العنف. في هذا الأسبوع قدمت لجان المقاومة برنامج سياسي أو ميثاق لأطروحاتها، لأنه عدد من المتحدثين في الساحة أو المراقبين بيتكلموا عن أن لجان المقاومة لا تمتلك رؤية. الآن هي قدمت رؤية، بالإضافة إلى الجهد الدولي المبذول في الوساطات والمواقف المتقاربة في بعض المبادرات، لأنه كل المبادرات المطروحة وكل الأطروحات السياسية في الساحة الآن بتتناول مسألة إكمال هياكل السلطة، الحكم المدني الديمقراطي، عدم سيطرة المكونات العسكرية والمؤسسة العسكرية على المشهد، غير من المطلوبات تحقيق العدالة وتجاوز وضع المحاسبة للأشياء والتجاوزات التي حدثت في السابق. كل هذه الأطروحات هي مش يعني واردة في أغلب المواثيق والإعلانات، فبالتالي الآن المطلوب هو حل سياسي توافقي يبلور هذه المطالب. طبعا بالتأكيد ليس هنالك مجال لانفراد المؤسسة العسكرية بالمشهد، كما أنه ليس هنالك مجال لعودة البلاد إلى ما قبل 25 أكتوبر، وعني بذلك السيطرة التي كانت من قبل أربع أحزاب تنتمي للمركزية الحرية والتغيير، أقصت من هم بداخل الحرية والتغيير ومن ثم أقصت الآخرين، إما بدعوة مشاركة في النظام السابق أو بدعوة يعني أنها تريد أن تقدم نموذج فقط باعتبار أنها هي التي شاركت أو ساهمت في الثورة، هكذا ادعت، وهذا هو ما فجر الأوضاع، ونتيجة لذلك صدرت قرارات أكتوبر. الآن المطلوب هو حل توافقي من الجميع، ولكن الشارع لديه الآن مطالبها، البعض يعتبرها مطالب تعجيزية. الشارع يرفع شعارات أو لجان المقاومة لا شراكة لا تفاوض لا مساومة، كيف سيستطيع الشارع الوصول لأهدافه في ظل هذا الانسداد الآن في الأفق؟ طبعا ربما أخ صلاح تكون هذه هي سقوفات مرتفعة أو هامش بتاع تفاوض، ولكن إذا جلس المفاوضون إلى الطاولة ممكن أن يصلوا لأنه إلى حل، لأنه المشاكل التي أحيطت بالسودان أو تفجرت منذ 56 لم تحل
بالعنف ولم تحل بخيارات الصفرية. حرب الجنوب كما تعلم انتهت بتسوية أو باتفاق سياسي، باتفاق الذي وقع والذي بوجب أتى دكتور الراحل جون قرنج إلى الخرطوم. نعم. كذلك بالنسبة للحركات الكفاح المسلح في دارفور حملت السلاح لغرابة 20 عاما، وكانت تتخذ مواقف أكثر تعنتا من هذا الذي حدث. في الآخر ملخص هذا الحديث أنه التوافق السياسي والحوار بين السودانيين في كل مكوناتهم هو المخرج وليس هو الانسداد الذي تشهده الساحة الآن. طيب ماذا عن الدور الدولي الذي يمكن أن يلعبه تجاه هذه الأزمة الآن؟ الخرطوم يعني شهدت يعني حراك دولي كبير وزيارات للخرطوم، الشارع السوداني أيضا اهتم بهذه الزيارات، هناك حديث أيضا عن أن هذه الزيارات ألا تتعارض مع السيادة الوطنية للسودان؟ صحيح، هذه الزيارات تبذل كأجاويد كما يقال في مفهوم الشعب السوداني، هي أجاويد وحلول لترتكز على الشيء المبذول من قبل الأطراف السودانية، وهي لا تحمل عصا ولا تحمل ترهيب أو لا يعني لا تستطيع أن توجه أو أن تفرض الأمر من اتجاه واحد، إنما هي تطالب بالحلول و يعني تطرح أفكار لتوافق. الكلام ده بيكون عبر المحفزات والمساعدات والإجراءات المجمدة دوليا. هذا يمليه الارتباط الإقليمي للسودان، السودان مرتبط إقليميا ودوليا ببيئته العالمي، فبالتالي من الطبيعي جدا أن تطرح هذه الوساطات لأهمية الاستراتيجية للسودان، باعتبار أن السودان في منطقة بالغة التأثير والحساسية في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي يمكن أن يقوم به السودان في استقرار القارة الإفريقية في القرن الأفريقي وفي منطقة الغرب الأفريقي. كما تحدثنا أنه هذه المنطقة بتعاني من صراعات ومن وجود حركات إرهابية ومن الخطر الحوثي الآن في منطقة الخليج العربي ومنطقة البحر الأحمر، بالإضافة إلى الأخطار والمشاكل الموجودة على منطقة البحر الأحمر في منطقة القرن الإفريقي، بالإضافة إلى إشكاليات التي تحيط الآن بالصومال وجيبوتي وإثيوبيا. السودان إذا دخل في هذه البؤرة الدول الإقليمية هذه تتأثر بهذه المسائل، بالإضافة إلى الهجرة غير الشرعية والمشاكل العالمية. فإذا تحول السودان إلى بؤرة صراع بالتالي حيأثر على الأمن والسلم الدولي. من هذا المنطلق تأتي المبادرات، وللأسف الشديد الآن من يتحدث عن السيادة وعن أنه أي مبادرة تطرح من أطراف خارجية هي محاولة لتغويض السيادة، هم نفسهم الذين كانوا يلجؤون إلى هذه الدول وربما كانوا يمارسون. الآن هناك حديث أستاذ محمد عن أنه مبادرة السيد فولكر بيرتس وهو رئيس بعثة يونيتامس في السودان وممثل الأمين العام للأمم المتحدة، يتحدثون عن أنه ليس هناك مبادرة ناجحة قدمتها الأمم المتحدة في السابق في أي بلاد من العالم، يعني كان الاقتداء بها مهم وأحدثت يعني نجاح في هذه الدول. صحيح، وجود البعثة الأممية لدعم الانتقال الديمقراطي هو جاء بموافقة الحكومة السودانية الانتقالية، إذا كان هذا بالنسبة للمؤسسة العسكرية ممثلة في البرهان وبالنسبة للمؤسسة المدنية برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك في وقت سابق. والسودان عضو في الأمم المتحدة ومن الطبيعي جدا أن تأتي هذه البعثة إلى السودان لتساهم في دعم الانتقال في محاور الترتيبات التي تتعلق بالانتخابات والترتيبات الأمنية بالنسبة للقوات التي جاءت بعد السلام. فإذا هذا شيء طبيعي، الوجود وجود طبيعي. البعض ربما يتفائل من شخصية رئيس البعثة ولديه ربما تجارب في منطقة سوريا أو لبنان، ولكن الوضع في السودان يختلف الآن. أنت الآن تنظر بإيجابية لهذه المبادرة في السودان؟ أنا بعيدا عن السلبية والإيجابية، نحن ننتظر مضمون وتفاصيل المبادرة والأثر الذي يمكن أن تحدثه في مسار الأزمة، ومن ثم نحكم عليها سلبا أو إيجابا. طيب بالنسبة لوجود البعثة، طيب في صحيفة اليوم تالي فولكر طلب 4 أسابيع لإكمال المشاورات، يعني كيف تنظر إلى درجة نجاح هذه المبادرة حتى الآن؟ طبعا هو الآن تحدث عن 4 أسابيع باعتبار أنه البعض تحدث في وقت سابق في وسائل الإعلام أنه مبادرة يونيتامس لا يوجد بها قيد زمني، فبالتالي هو حدد 4 أسابيع. وأيضا كذلك أثر عليه تعرضه لكوفيد 19 ربما، طبعا المؤسسات والسكرتارية بتعمل ولكن بغياب رئيس البعثة، بالتالي
العقبة الوحيدة أنه هو يتحدث أنه المشاورات ستجرى مع الجميع وسيجلس مع الجميع، وهذا يدل على أنه الجولة التشاورية ستكون طويلة، فبما معناه أنه سيهدر أو سينفق زمنا طويلا في هذه المشاورات. نعم، نتحول مشاهدينا إلى صحيفة الوطن، وفيها جاء هذا العنوان: الدولار يتخطى حاجز 500 جنيه في السوق الموازي. يعني مباشرة أستاذ محمد، يعني كيف تنظر إلى توقيت هذا الارتفاع في الدولار وأسبابه؟ يعني الدولار ظل لفترة طويلة ثابتا في السوق الموازي. ربما سبب هذا الارتفاع هو حالة الكساد التي يعانيها الاقتصاد السوداني، لا يوجد بيع ولا يوجد شراء، وحالة الكساد تعني موت سريري بالنسبة للاقتصاد السوداني. الصرافات لا تمتلك دولار ولا تستطيع أن تلبي مزادات التي يعقدها بنك السودان، توفر قرابة 60-70 مليون دولار، وحوجة السوق أكبر من ذلك. نعم. توجد إشكالات تتعلق بحصائل الصادر أيضا وعدم دخولها في بنك السودان، بمعنى يتم تصدير المحاصيل الزراعية والفواكه والخضروات وعدد كبير جدا من الثروة الحيوانية والصمغ العربي والقطن والمحصولات الزيتية وغيرها، ولا ترد هذه في هنالك أخطاء إدارية، هنالك تلاعب. هل الأزمة السياسية انعكاس؟ انعكاس طبعا، الانعكاس يأتي في نقطة أنه لا توجد أجسام الآن تمثل هذه القطاعات. أنت عندما تتحدث عن قضايا الصادر يجب أن يكون المصدرين ممثلين في هذه الرباعية التي تضم إلى جانب المصدرين وزارة المالية، وزارة التجارة، زائدا البنك السودان. نعم. فبالتالي الآن هؤلاء المصدرين غائبين نتيجة لأنه الغرفة التجارية غير موجودة باعتبار أن القرارات حلت هذه الغرفة. إذا كان هنالك رأي في الأشخاص أو في طريقة إدارتهم، يمكن أن يتم استبدال أو تغيير بالشخصيات، ولكن أن تظل المؤسسات معطلة هذا بالتأكيد يؤثر على سير عملية الصادر والوارد. وفي وقت سابق هذه المؤسسات كانت قد عملت على مبادرات ما يعرف بشركاء المواني. طيب. وما يعرف بالنافذة الواحدة، يعني أنت بتجي في نافذة واحدة بتدفع الضرائب وبتدفع كل الرسوم اللي عليك، وبيكون عندك ملف واضح على إسر ذلك يدوك العقد بتاع التصدير. الآن ظاهرة الوراقين والتخبطات الإدارية التي تحدث في هذا القطاع أثرت، بالإضافة إلى أنه في موضوع الصادر برضو يأتي تهريب الذهب وغيره، عائدات كثيرة من المنتجات والإنتاج السوداني يصدر ولا يتحصل منه على دولار بالنسبة لبنك السودان، ولذلك يحدث هذا الأمر. طبعا يحدث ذلك على الرغم من أن بنك السودان المركزي لا زال يواصل في سياسة المزادات العلنية، والبعض يرى أيضا بأن الدولة في ظل الاستقرار النسبي الذي حدث لسعر الصرف لم تستطع تكوين احتياطي مقدر من العملات الأجنبية أو الذهب. عموما سنذهب إلى صحيفة اليوم التالي والتي نطالع فيها ترتيبات لتحديد سعر تأشيري للقمح. شرعت وزارة الزراعة في وضع سعر تأشيري لمحصول القمح، فيما ترأس الدكتور أبو بكر عمر البشرى وزير الزراعة والغابات المكلف رئيس لجنة تحديد السعر التأشيري لمحصول القمح أمس اجتماعا بالوزارة بغرض تحديد سعر التأشيري للقمح على خلفية الزيادة الكبيرة لمدخلات الإنتاج من تقاوى وأسمدة ومبيدات. يعني وضع سعر تأشيري للقمح، الأهمية والتأثير والجدوى أيضا من هذه الخطوة. طبعا السعر التأشيري للقمح يا صلاح هو يؤدي إلى تحفيز الإنتاج إذا كان مناسبا، وليس القصد من السعر التأشيري هو بس فقط مجرد أن يشتري البنك السودان المحصول أو تشتري الحكومة المحصول من المزارع. يفترض أن تقدم له سعر يكون محفز وليس على هامش التكلفة الإنتاجية. نعم. ولذلك في هذا الأمر السودان يستورد القمح بتكلفة عالية تبلغ 7 مليار في العام أو 6 مليار، ولديه مساحات زراعية شاسعة تقارب 600-700 فدان يمكن أن تزرع هذه المساحات ويسد الفجوة. الآن المنتج يسد ما نسبته 60% من الحوجة. في ظل هذا الوضع وفي ظل مشاكل الخبز وعدم توفر الدقيق في الأفران، من الواجب أن الحكومة، هناك أنباء طبعا عن زيادات في الدقيق، صحيح، من الواجب أن الحكومة تقوم بتحديد سعر تركيزي بالتشاور مع المزارعين، ويبقى السعر ده تحفيزي ومحفز للإنتاج أكثر مما أنه هو
سعر رمزي يغطي تكلفة الإنتاج، لأن تكلفة الإنتاج بتدخل فيها مشاكل الري التي تحدث في المشاريع الزراعية المختلفة. نعم. الآن الحكومة تجري مشاورات لوضع السعر التركيزي. نعم. هم بيتكلموا عن هامش 30,000 للجوال الواحد، الفدان الواحد بيزرع زي 18 جوال. نعم، يعني عندما نتحدث عن مثل هكذا أمور أستاذ محمد، نتحدث عن أراضي زراعية صالحة، مياه وفيرة، عمالة زراعية تتمتع أيضا بخبرات كبيرة إلى آخره، يعني في تقديرك ما هي أبرز المعوقات؟ لماذا يعني لا تركز الدولة على زراعة مثل هكذا محاصيل استراتيجية؟ هي الدولة للأسف الشديد في الآونة الأخيرة لا تدعم المزارع ولا توفر له المطلوبات، كل مطلوبات العملية الإنتاجية هو بيشتريها بالسوق الأسود. نعم. إذا كان بالنسبة لذلك في الوقود، نبدأ بالوقود وتمشي لموضوع الري، هو بيمشي بيشتري طلمبات وبيشتري بوابير بالنسبة للمقتدرين. نعم. عشان ما يقدر يروي مساحاته الزراعية، هذا غير موضوع الآفات ومكافحتها وكده. الموضوع الأساسي أنه لماذا لا تعمل الدولة على تطبيق وتوسعة موضوع الشراكة التعاقدية اللي هي بيخش فيها الاستثمار ورأس المال الكبير في شراكة مع المزارعين، وبالتالي المزارع بيقدم أرضه ويزرع ويبيع المحصول بالسعر اللي هو راغب فيه بالنسبة للقطاع الخاص. ولكن هنالك عشرات تعترض هذا الأمر، تجارب للشركات الزراعية الكبيرة إنه الحكومة ما مشجعة وهي لا تدعم مثل هذه التجارب، والبعض أيضا لديه مفاهيم مغلوطة عن الزراعة التعاقدية، بيفتكر إنه المستثمرين والتجار الكبار يمتصوا جهد المزارع، ولكن في الآخر هم بيوفروا له مطلوبات ما تعجز فيه الحكومة عن توفيره وقطاع الخاص بيوفره للمزارع. نعم، نتحول مشاهدينا إلى صحيفة الصيحة والتي نطالع فيها حمتي ينهي زيارته إلى أثيوبيا بعد مباحثات مع أبي أحمد. عاد إلى البلاد نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو من أثيوبيا بعد زيارة رسمية استغرقت يومين، تلبية لدعوة رسمية من رئيس الوزراء أبي أحمد. وبحث دقلو بلقائه رئيس الوزراء الأثيوبي مسار العلاقات الثنائية، وأكد عمق وأزلية العلاقات بين البلدين. يعني نتحدث عن الزيارة، عن توقيتها، عن أبرز الملفات التي كانت حاضرة بحسب متابعتك لهذه الزيارة. طبعا إذا بدأنا بالتوقيت، هي تأتي في توقيت سبقه تهيئة لهذه الزيارة باعتبار المؤتمر حدودي عقد في منطقة القمز. نعم. في أثيوبيا. نعم. وشارك فيه حاكم إقليم النيل الأزرق. هذا المؤتمر بعد جفوة طويلة شارك فيه حاكم إقليم النيل الأزرق بالسودان، وتناولوا موضوع تطوير الحدود والعلاقات بين البلدين. بعد هذا المؤتمر أيضا تحدث رئيس وزراء الأثيوبي أبي أحمد بعد انقشاع الأزمة الداخلية في البرلمان الأثيوبي عن أنه ليست لدينا مشكلة مع السودانيين، ليس لدينا مشكلة، السودان دولة جارة ولدينا علاقات وعلاقات تاريخية وجوار مشترك ومصير مشترك وكذا، كان في تصريحات إيجابية من هذا الجانب. بالإضافة إلى يعني مواقف متباينة، أيضا حدث تداول الناس أحاديث عن فتح المنافذ وإغلاقها وتأثير إغلاق المنافذ على التجارة الحدودية. بعد ذلك توجه نائب رئيس مجلس السيادة إلى أثيوبيا. المطلوب أنه من هذه الزيارة ومن المفاوضات التي جرت والمحادثات بين الجانبين أنها تحدث اختراق في جمود العلاقة التي يفترض أن تنتقل من التوتر إلى التهدئة، وبالتالي عندما تنتقل إلى التهدئة يجلس الفرقاء الطرفين السوداني والأثيوبي في طاولة التفاوض ويكون الحديث عن إعادة ترسيم الحدود. هل نحن أمام يعني تطور جديد في العلاقات ما بين أديس أبابا والخرطوم في المستقبل القريب؟ نعم، كل التصريحات والمواقف للدولتين، المسؤولين من الدولتين بتأكد أنه لا توجد مشكلة عميقة ولا يوجد صراع كبير، إنما هي مسألة الفشقة، ومسألة الفشقة محسومة هي منطقة سودانية تم استعادتها بعد تلك الفترة الطويلة من الاستيطان وأن يقوم بزراعتها الجانب الأثيوبي فترة طويلة، مساحة 2 مليون فدان من قبل التجراي والأمهرة في هذه المنطقة. بالتالي التفاوض والحوار سيكون في إعادة الترسيم ووضع العلامات وعودة هذه المنطقة إلى أصحابها. إذا حلت هذه القضية فلا يوجد شيء يؤدي إلى صراعات بين الجانبين. صراحة يعني صحيح هنالك في وقت سابق كانت تصريحات من الجانبين فيها جانب من الحدة، ولكن تلك المرحلة الآن بهذه الزيارة ربما تجاوزها. من مصلحة البلدين
الاستقرار والعمل على تنمية العلاقات الحدودية، بالإضافة إلى أنه الاستقرار العالمي في هذه المنطقة وحساسية منطقة القرن الأفريقي. زيارة طابعة أمني واضح من خلال استقبال الذي حظي به نائب رئيس مجلس السيادة من وزير الدفاع ومن قائد المخابرات. طيب. بالإضافة إلى عدد من الملفات ربما يكون في داخلها موضوع سد النهضة. طيب، في صحيفة الانتباه مشاهدينا ورد عنوان أيضا يعني جاء في معظم صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم: البرهان يصدر قرارا بتجديد وقف إطلاق النار بكافة أنحاء البلاد. كيف تعلق على هذا الخبر أستاذ محمد؟ طبعا هذا الخبر القرار معني به الطرفين اللذان لم يوقعا على السلام، وهما عبد الواحد محمد النور وعبد العزيز آدم الحلو. وربما هي رسائل إلى منسوبيهم أيضا في الخرطوم، يعني بأن الحكومة جادة ومتجهة إلى السلام، وهذا الأمر أيضا قد يكون لديه علاقة أيضا بإنفاذ الترتيبات الأمنية. عدد من القوات في منطقة النيل الأزرق موجودة في لعمل الترتيبات، كذلك تم تجميع القوات في دارفور لوضع الترتيبات الأمنية. هذه الرسالة مهمة، أنه جدية الحكومة في تنفيذ اتفاق السلام، وهذه الجدية لن تكون واضحة وحقيقية ما لم تترجم الحكومة في تنفيذ اتفاق مسار شرق السودان، بالإضافة إلى العمل على إلحاق عبد الواحد محمد النور وعبد العزيز آدم الحلو بالسلام. أيضا الحديث عن أنه ليس من المصلحة خلق حركات موازية، يعني بمعنى أنه مقارنة والمواءمة والثنائية ما بين عبد العزيز آدم الحلو وتلفون كوكو، أو محاولة خلق يعني بديل لعبد الواحد محمد النور من أي جهة كانت، أو صنع حركات جديدة. وبرضو الرسالة دي للدول التي تقوم بمثل هذه نعم. شكرا جزيلا أستاذ محمد إدريس الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. وقبل أن نختم، نتمنى طبعا أن لا يسقط شهيد اليوم في مواكب مليونية 24 من يناير، ونتمنى السلمية، نتمنى يعني هو في نهاية الأمر حق مكفول للجميع التظاهر السلمي. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا لك. والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة لهذه الحلقة من بعد الطبع. لا تنسوا دائما متابعتنا والتواصل معنا على فيسبوك وتويتر ويوتيوب وانستغرام. إلى اللقاء.